يصير؟ والله احنا كل شيء خارج اطار سوريا لا نعترف به من اي معارضه خارجيه. ان ارادوا ان ياتوا الى داخل اراضي الوطن ويعملوا حكومه ووزارات ويساعدونا في ثورتنا فنحن نرحب بهم. الوطن للجميع يعني، احنا بالعكس نساعدهم ويساعدونا يعني. بس حكومه برا ما في شيء، كنا لازم نكون داخل اطار اطار سوريا. الحمد لله رب العالمين، وتم الصلاة وأفضل التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكومة في سوريا يشكلها أهل الخنادق وليس أهل الفنادق. كل هذه المؤتمرات التي لها ما يقارب 3 سنوات ما استطاعت أن تدفئ شعب سوريا، فهل لها أن تستطيع أن تحكم شعب سوريا؟ نحن نقول الحكومة لا تخرج إلا من الداخل، من المعاناة من الخنادق وليس من الفنادق. الثوار حملة السلاح هم الذين يشكلون هذه الحكومات، فنحن لا نعترف بهذه الحكومات لأنها لم تقدم أي شيء لشعب سوريا. حتى أهلنا في المخيمات ما استطاع أن يقدم لهم شيء. فلهذا الأمر نحن نقول نريد تفسير لهذه الحكومات ومن وراء تشكيل هذه الحكومات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا شخصيا أرى أن الخارج له مهمة واحدة وواحدة فقط ولا يتعداها ابدا ابدا ابدا، هو دعم الداخل بكل ما يمكن، واي عمل للخارج سوى ذلك ارى انه يعني في هذه المرحله مش مقبول، والداخل هو الذي يعني يفرض ما يجب ان يكون، انشاء حكومه، مؤسسات اغاثيه، غير ذلك الافكار تخرج من الداخل. يساعدون الاخوه في الخارج بدعم مالي، بتجيش الرأي العام، بمكاسب دولية، يدعمونا بأي شيء، أما أنهم يفرضوا علينا حكومات أو مؤسسات أو أي شكل سياسي إغاثي، فأرى أن هذا الأمر غير صحيح وليس صحي، ولا يصب لا في مصلحة الداخل ولا الخارج ولا في مصلحة الوطن الغالي السوري. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا مع حكومة انتقالية تنفذ اهداف الشارع الثوري بالداخل، ولسنا مع حكومة انتقالية فصلت ارضاء للاحزاب في الداخل وفي الخارج. نحن مع حكومة تخدم اخوتنا وتكون حكومة اوتوقراط، تكون الشخصيات الموجودة بالحكومة منتقات لخدمة البلد وذات خبرات ومعرفة بالداخل والخارج. الحكومة الانتقالية اليوم فصلت لأرضاء وأهواء الأحزاب، وفصلت إرضاء وتفصيل للمحافظات، يعني كل محافظة إلى وزير أو وزيرين. هذا اللي يعني أنا الله فكرة عليها، يعني بدنا حكومة بدنا، بس يعني ان شاء الله يفوتوا لعندنا هون ونشوفهم على الارض ونلمسهم، يعني مش انه بس حكي وقالوا لنا اياها اجتماعات وراحات وجيات يا سيدي، والله يقدم الفيه الخير. اذا حكومة انتقالية بتدعم الجيش الحر وبتكون مليحة مع الجيش الحر وبتقدم المساعدات للجيش الحر، حكومة اهلا وسهلا وتكون موجودة على ارض الواقع. اما مثل المجلس الانتقالي قاعدة بالفنادق وما لها علاقة بالواقع، فالجيش الحر هو الحكومة على الأرض. رأيي بالحكومة الانتقالية الجديدة ما بتمثلني أبدا، ولا بتمثل كل واحد بالداخل هون، ونحن اللي بيمثلنا هو اللي موجود على الأرض هون، الجيش الحر اللي على الأرض اللي عم بيشتغل هون، الشعب اللي عم بيعاني قمة المعاناة، لا في غاز، لا في كهرباء، لا في مازوت تدفئة، وعم بيعاني هون أشد المعاناة وارتفاع معيشة، ارتفاع بالمعيشة بشكل غير مسبوق، ويعني عم بشوف في الأخبار على المحل هون بشيء قليل جدا، لأنه العالم ما حاش مصاري توكل. ما شو بدي أقول لك، يعني المعاناة صعبة جدا، وهم اللي بالخارج قاعدين بالفنادق لا همهم إشي ومش عم يمثلونا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحكومة اللي تشكلت الجديدة طبعا، يعني أغلب الوجوه أو الأسماء غير معروفة بالنسبة لنا، ولكن إحنا بنسأل الله العلي القدير إنهم يكونوا على قدر التضحيات اللي قدمها الشعب السوري. وبصراحة الصعوبات كبيرة،
والمتطلبات والاحتياجات أكبر. نسأل الله العلي العظيم أن نعينهم ويكونوا على قدر المسؤولية. السلام عليكم ورحمة الله.